من المنتظر أن يقضي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إجازته الصيفية بمدينة طنجة في الأيام القليلة المقبلة، وسيمكث الملك سلمان في طنجة لعدة أسابيع حسب ما أفاد به مصادر مطلعة. وفق المصادر ذاتها، فقد حل الفريق الأول من الوفد المرافق للعاهل السعودي بعطلته بالمغرب يومي الأحد والثلاثاء الماضيين من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالزيارة بمدينة طنجة بأقصى شمال المغرب. ولفتت المصادر إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق، حيث تعيش المدينة منذ أسابيع حالة من الترقب فرضها اختيار العاهل السعودي سلمان لقضاء إجازته الخاصة بمنطقة جبيلة أشقار المطلة على المحيط الأطلسي بمدينة طنجة.